مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا فيكم من فلسطين. حديثنا مستمر عن قمة جدة التي لم تكن شمس تموز هي التي أذابت وبخرت أحلام دولة الاحتلال الإسرائيلية في تطبيع يقبر القضية الفلسطينية، وإنما شمس الحقيقة الفلسطينية التي كانت تسطع جنباً إلى جنب إلى جانب شمس الأصالة العربية. هذا ما قاله ضيفنا الذي نرحب به رئيس تحرير الحياة الجديدة الأستاذ محمود أبو الهيجة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك وفي تلفزيون فلسطين وفي هذا البرنامج الجميل بيت الكل، بيت الكل العربي. هذا ما يؤكد بأن فلسطين وحدوية على طول الخط. يعني هذا الموقف اللافت كما ذكرت للدول العربية وأيضا للسعودية التي أكدت أنه لا سلام ولا اتفاق مع إسرائيل إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية، وأيضا تم الحديث أو يعني هذا تجسد بشكر السيد الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده. يعني كيف تقيم ما رأيناه بهذه الصورة الجمالية؟ هذا أمر يعني في غاية الأهمية، ونحن بصراحة سعداء لهذا الموقف، وكنا مؤمنين تماما بأن الأشقاء العرب وبالدور السعودي، الدور الرائد إقليميا ودوليا، وبالدور المصري والدور الأردني وكل الدول العربية التي حضرت هذه القمة، العراق، مصر، الأردن، البحرين، يعني كل المجموعة إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جاء إلى القمة من فلسطين، وهذا له دلالة بليغة وعميقة بأن يأتي إلى قمة جدة قادما من زيارة فلسطين مهمة أجراها في فلسطين. كنا على يقين وكنا على ثقة بأن الأشقاء العرب لن يقيموا أحلافا ضد فلسطين على الإطلاق، وقد أكدوا بالفم الملآن وبالكلمات البالغة الوضوح بأنه لا استقرار ولا أمن ولا ازدهار في هذه المنطقة دون أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة كاملة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران وفقا لمشروع حل الدولتين الذي أكد الرئيس الأمريكي خلال زيارته لفلسطين بأن إدارته ملتزمة بهذا الحل وستعمل يعني مستقبلا على تجسيد هذا الموضوع. نحن كنا نتطلع من زيارة بايدن أن يخلق هذا الأفق السياسي، ونعتقد بأن هذا الأفق السياسي تم ترسيمه على نحو ما في قمة جدة. يعني لربما هذا الموقف العربي الذي ذكرته بهذه التفاصيل هو الذي خيب آمال كثيرة لإسرائيل التي روجت أن يعني القضية الفلسطينية لم تعد على سلم الأولوية. منذ سنوات، خصوصا في السنوات الأربع الأخيرة أو الخمس الأخيرة، لا تتعاطى إلا مع الأوهام، وبالتالي هي كانت وقد روجت لهذه الأوهام كثيرا بشكل كبير، وأظهرت التطبيع بأنه انتصار باهر بالنسبة لها، ولكن في النهاية كما قلت وكما كتبنا في الحياة الجديدة بأن شمس الحقيقة الفلسطينية قد بخرت هذه الأوهام، هذه الأحلام التي هي التي لم تكن غير أضغاث لنوم مرتبك كما كتبت. أزمة إسرائيل، أزمة النظام السياسي في إسرائيل، نحن نرى أنه منذ 4 سنوات لا يوجد استقرار في هذا النظام، هناك 4 أو 5 انتخابات حتى الآن تجري في إسرائيل، لأن الفكرة العنصرية في المحصلة لا تستطيع إلا أن تنغلق على نفسها، والانغلاق على النفس هو وصفة للنهاية، وصفة للدمار، وصفة للهزيمة، لأن إسرائيل تتعامل مع الأوهام، تحاول أن تصور الأشياء كما تشتهي وكما ترغب، والواقع يقول غير ذلك. في المقابل أستاذ محمود، هل لامس هذا الموقف كبد المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين ولا زال يعاني من استيطان، يعني سلب للأراضي، سلب للحياة، سلب للهوية، القدس والأقصى والشيخ جراح وما إلى ذلك، والأسرى وكل الملفات الأساسية للشعب الفلسطيني؟ دعينا نقول وقد استمع العالم إلى ما قاله الرئيس أبو مازن في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي، عدد كل قضايا القضية الفلسطينية، كل مسائل القضية الفلسطينية، كل ما يعاني الشعب الفلسطيني.
من تهجير وتهجير قسري للسكان في القدس وفي سلوان وفي مسافر يطا، من عمليات قتل يومية تجري على الحواجز، من مصادرة للأراضي، من استيطان. معاناة الشعب الفلسطيني لخصها الرئيس أبو مازن بكلمات واضحة ومحدودة. صحيح. أمام الرئيس الأمريكي. يعني وكما يؤكد السيد الرئيس محمود عباس على الدوام وفي كل المحافل أن هذا الشعب يريد حياة ويريد حياة كريمة، وهذا ما نتطلع إليه دائما. المخرجات من هذه القمة، هل ترى أنها يعني كيف ستصبح واقعا، وكيف ترى أنها يجب أن تجسد على أرض الواقع؟ نحن نتطلع، وقد من وجهة نظري أعتقد بأن الأشقاء العرب أدركوا بأن حياة الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة يتطلب بالأساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بمعنى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة. الأشقاء العرب باتوا أقدر على مواجهة التحديات الراهنة والمتغيرات الدولية. في ظل الأزمة الأوكرانية اتضحت الأمور على نحو بليغ بأن الاقتصاد يلعب دور أساسي في رسم سياسات مستقبلية، سياسات مستقبلية مهمة وضرورية لحياة فيها حرية وفيها استقلال وفيها سيادة وفيها ازدهار وفيها تقدم. نحن متفائلون اليوم لأن هذه المخرجات ولأن هذه القمة ولأن هذا الخطاب الذي خرج من قمة جدة هو خطاب بالغ الوضوح وبالغ الواقعية في نفس الوقت وبالغ التحدي للمخططات المعادية لنهضة الأمة ومستقبلها. يعني هنا بالمقابل، ماذا منح الفلسطينيين لهذا الموقف العربي الجامع بالمعنى الاستراتيجي برأيك؟ منحوه الصمود، كما قلت، الصمود الفلسطيني، الثبات الفلسطيني. الشرعية الفلسطينية أكدت غير مرة بأنه لا يمكن تجاوز الرقم الفلسطيني الصعب. القرار الفلسطيني المستقل هو الذي عزز هذا الموقف العربي. أدرك العرب وأدرك العالم وأدرك الإقليم بأسره بأنه لا يمكن فعلا تجاوز هذا الرقم الفلسطيني الصعب. برأيك ما هي الفوائد التي سنجنيها كفلسطينيين وكعرب من زيارة بايدن في هذه المرحلة وفيما بعد؟ يعني نحن كما قلنا قبل هذا اليوم لا نتعاطى مع الأوهام. نحن ندرك صعوبة الوضع الراهن، وندرك بأن غطرسة اليمين الإسرائيلي، اليمين المتطرف الإسرائيلي، سيقاتل أي محاولة لعودة مفاوضات السلام، سيقاتل أي محاولة لتحقيق الهدوء والاستقرار. ما نريد من الولايات المتحدة أن نعزز علاقاتنا مع هذه الدولة، أن نكون على مستوى علاقات ندية وعلاقات حميمة في نفس الوقت بين الشعبين الفلسطيني والأمريكي. نحاول باستمرار، وهذا جزء من النضال السياسي للقيادة الفلسطينية، جزء من النضال السياسي للشعب الفلسطيني، نحن لا نغلق الأبواب أمام أحد. نحاول باستمرار أن نكون أصدقاء للجميع. أشقانا هم أشقانا، ولكن على الصعيد الدولي نحاول فعلا أن نكون أصدقاء لكل القوى ولكل الدول ولكل الشعوب. رئيس تحرير الحياة الجديدة أستاذ محمود أبو الهجة، كل الشكر لك ولانضمامك معنا في هذا البيت العربي، بيت للكل، الذي نأمل بالفعل أن يتجسد في كل مناحي الحياة، لنؤكد على كلمة الشعوب العربية الدائمة أن الوحدة هي أساس أي تقدم وازدهار وسلام.